رح نتابع هلا فقراتنا ومع ضيفتنا بالاستوديو السيده دانيا الصفديه رئيس قطاع دار الايتام الاسلاميه. رح نحكي بالتحديد عن مسابقه الاملاء العربي والتعبير الكتابي، الاملاء والقواعد وكل اللغه العربيه اللي عم نبعد عنها بهالايام، مش بس عم نبعد عنها، عم نكتبها بطريقه كمان منا بقى كتير مقبولة عبر كل هالوسائل من وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي عن هال يعني هالمشروع هيدا بالتحديد أو هالمسابقة هاي بالتحديد، ليش بالأساس انوضعت؟ يمكن السؤال اللي بيطرح نفسه ليه اللغة العربية؟ اللغة العربية اليوم عم بتواجه مشاكل منا هينة أبدا، ولكن يمكن للأسف الناس والمجتمع منه كتير عم ينتبه لهيدا الشيء. اللغة العربية عم بتواجه لغة تشات، اللغة العربية عم بتواجه وسائل التكنولوجيا، عم بتواجه للأسف إقبال الجيل الصاعد على تعلم كل اللغات باستثناء اللغة العربية. فمن هون نحن نحن كمؤسسات اجتماعية وتنموية وعطول طبعا بعملية رصد لاحتياجات المجتمع، تبين أنه حماية اللغة العربية هي مسؤولية اجتماعية. من هون ارتقينا أنه نعمل حملة لحماية اللغة العربية، الدفاع عن اللغة العربية وتشجيعا للجيل الصاعد على الاهتمام باللغة. اللغة العربية هي لغة القرآن، هي لغة الضاد، وهي اللغة اللي كان لها الفضل باكتشافات وترجمتهم من اللغة العربية للغات أخرى. صحيح. فمن هون انطلقت حملة اللغة العربية، واللي هي مسابقة التعبير الكتابي والإملاء جزء من الحملة. ما حدا بيقول حتى أنه الأرقام يلي اليوم نحن بنستعملها هي أرقام وضع يعني وضعوها عرب، يعني يعني اللي هن مكتوبين. نعم. اندو تروح نحن بنفكرهم اجنبي، هن بيفكرون اجنبي، هاي اللغه العربيه، يعني اللغه العربيه هن. صح. يعني بينما الارقام اللي بتستعمل والعالم بتفكر عربي هي منها ارقام عربيه. صحيح. فاللغه العربيه جزء من الهويه. من هون نحن انطلقنا بهالحمله. الحمله انطلقت بشباط 2014 ب 24 شباط اللي هو اليوم العالمي للغه الام. انطلقت الحملة تضمنت عدة فعاليات كان أبرزها ورشة عمل بين منسقين اللغة العربية ودور نشر للاهتمام بالمناهج، وارتفع منها عدة توصيات. كمان تضمنت الحملة تنظيم أنشطة مشتركة بين المدارس اللي صدر عنا مؤخرا مهرجان اللغة والتراث اللي حيتنفذ هذا العام، وانطلقت كمان من 2014 من 3 سنوات مسابقة بالإملاء العربي والتعبير الكتابي، واللي تنفذت السنة للسنة الثالثة على التوالي. بأي أعمار عم بتكون هالمسابقة، يعني هالإملاء بالتحديد؟ لأي تلاميذ، لأي وين عم بتكون يعني بيقدر يشارك فيها؟ المسابقة استهدف الطلاب التاسع أساسي، لأنه هن بمرحلة مفصلية وهن على مستوى قادرين يعبروا وقادرين يكتبوا، ولنشجعهم لأنه هيدي المرحلة هن بعمر المراهقة، فبهمنا نوجه هواياتهم ونوجه اهتماماتهم. وكان إطلاق هيدا الموضوع ضمن مسابقة مشجع، لما بنعمل مسابقة مهمهم روح المنافسة بتحث على الاعتماد على المشاركة. فتوجهت المسابقة للمدارس، لطلاب الصف التاسع بكافة المدارس الرسمية والخاصة، وكمان لجمعيات اجتماعية مماثلة. كان في مشاركة كتير مهمة، تطورت من 3 سنوات. السنة كان في مشاركة ل 165 مدرسة، شارك 165 طالب وطالبة، شارك 59 مدرسة. هيدا لأن كان في جليد وكان في صقيع، وإنما كانوا مسجلين 200 تلميذ، كانوا مسجلين ولكن اعتذروا باللحظات الأخيرة عن المشاركة. كمان بهيدا الموضوع نحن كتير متشكر وزارة التربية، وزارة التربية كانت كتير داعمة لهيدي الحملة، وأصدروا تعميم شجعوا فيه طلاب المدارس على المشاركة، وكان لها أثر كتير كبير على تطور مستوى المشاركة والجدية اللي كانت بأجواء المسابقة. يعني أنت هلأ شلتي لنا المخاوف اللي بتقول إنه نحن اللغة العربية مهددة، عم تقولي صار في تطور، يعني الناس يعني التلاميذ عم بيشاركوا أكثر وإلى آخره، يعني نحن ما بقى عم نخاف. لا لازم يعني نضل الخاف، بس لازم على طول نبتكر أساليب. أنا ناطرة تقولي لي إنه من 3 سنين أو هيدا لليوم نحن قل عدد التلاميذ، ما كتير شاركوا إلى آخره، لا نحن عم بيزيد عدد المشاركين، هيدي نقطة كتير منيحة. طبعا أكيد النمو عدد المشاركة ببين
انه الشريحه اللي نحن عم نستهدفها بتحتاج لاساليب مبتكره لنحن نحث على المشاركه. الاطلاق الموضوع ضمن مسابقه حث على المشاركه، لو كان الاسلوب ما بيتضمن تنافس يمكن ما كنا لقينا هالقد تطور بالمشاركه. طيب تطور بالمشاركه، بس انا بدي كمان تطور بالاسلوب، يعني المستوى اللي موجود عند هالتلاميذ بعده على مستوى في تحسن عالي. بالنتائج ولكن كمان من ناحيه ثانيه النتائج بتعطينا ضوء انه لا نحن لازم نستمر نحن كمؤسسات، واكيد بندعي كل الشركاء بالمجتمع للاهتمام باللغه العربيه لانه المستوى يدعونا الى مزيد من تطوير مستوى الطلاب. طبعا المعايير اللي اعتمدت بالتصحيح كانت معايير بتراعي مستوى الابناء، معايير بتتفق وبتنسجم مع المعايير المتبعه بتصحيح الامتحانات الرسميه بوزاره التربيه، وهذا الشيء صار باشراف منسقين واساتذه لغه عربيه متخصصين لنكون على معيار ومستوى عالي من الشفافيه والمنهجية بتقييم الطلاب. فالحمد لله فازت طلاب، فاز أبناء، وكان في فوز لتلاميذ بمدارس رسمية. هذا الشيء بخلينا نفتخر بمدارسنا وبهالمجتمع اللي عطول عم بجرب رغم كل الصعاب أنه يولد نتائج وأشياء مهمة. اي طبعا، يعني كنا بفتره نقول لا المدرسه الرسميه، بس الحمد لله رجعوا، يعني مثل ما بيقولوا وقفوا على اجريهم. بعدين الطالب محل ما بيكون موجود وقت اللي بده يشتغل بده يشتغل، صح، ان كان الجو شوي يعني خفيف ضعيف او لا بده يشتغل، صح، بده يشتغل بده يوصل. هيدي المسابقه رح تضل مستمره بهالمعنى، يعني انه نحن بحاجه لها. اكيد شو فينا نطور كمان بالاضافه لها؟ نحن عم نعمل بموازاه مسابقه الاملاء والتعبير عم نعمل كل سنه نشاط مشترك يندرج ضمن حمايه اللغه. السنه رح ينطلق كمان مهرجان اللغه والتراث للسنه الاولى، رح يتضمن فعاليات وبرامج تندرج من وحي اللغه العربيه، رح يكون في سوق اوقاز، رح يكون في ابيات شعر. على طول عم نجرب نشجع هالطلاب باساليب جديده لنحثهم على الاهتمام باللغه. كمان بهمني اوضح انه بمسابقه الاملاء كان في مسابقه للتعبير الكتابي. هذه المسابقه السنة تضمنت موضوع التكنولوجيا ووسائل الاتصال وأثر على اللغة. سمعنا منها رأي الطالب والتلميذ بمواجهة أو قديش هن عم ينضغط علينا وعم يتأثروا باللغات وبتأثير وسائل التكنولوجيا. اليوم ما بقى أطفالنا عم يكتبوا بقلم، صاروا عم يستعملوا الكيبورد، صاروا عم يستعملوا التليفون، فهذا كله عم يتأثر على اللغة. كان في تعبير كتير حلو، كان في لهم مساحة مهمة لنشوف من وجهة نظرهم هن شو بيطلبوا لحتى نساعدهم انه هن يرجعوا لأصولهم ولهويتهم ويكونوا هن جزء، يمكن الجيل الجاي هو اللي يدافع عن هاللغة ويحمي هويتهم. يعني مع الأسف ما بدنا نوصل لمحل نقول نحن عم نحمي صرنا اللغة العربية لأنه صارت لغة من هاللغات اللي هي محمية من إذا بدك التراث مثل التراث العالمي لأنه بطريق الزوال. لا طبعا، بالرغم من أنه يعني عم نمشي شوي بعكس السير، شئنا أم أبينا، اللغات الأجنبية وخصوصا الإنجليزية تمام نتخبى وراء أصبعنا، يعني مثل ما عم نقول هي اللي عم تطغى، هي اللي عم تبعد كل هال وسائل التواصل، عم بتكون موجودة وين ما كان. فبدها تكون يعني بحياة هالتلاميذ يلي نحن كمان عم نقول لهم ايه روحوا واستعملوا كل هالتكنولوجيا ووسائل التواصل. لازم نوعيهم، لازم ندرسهم، بس هل فينا اليوم نتدخل اكثر بالمناهج، يعني نغير شوي بالمناهج بالمدارس لحتى نلاقي طرق تكون اقرب لهالتلاميذ نحببهم فيها اكثر، يمكن نخفف بعض الامور نزيد بعض الامور؟ هل دائما انتم بتبحثوا بالمناهج وطريقه التدريس؟ بورشه العمل اللي انعملت رفعت مجموعه توصيات من ضمنها كان في توضيح للمخاطر اللي عم بتهدد اللغه العربيه، ومن ضمنها نحن مقصرين مع اللغه، اللغه ما مقصره معنا، يعني اللغه بتفتقر لمناهج هي قابلة للترجمة، ولكن نحن كمجتمع عربي إذا بدنا نقول مش بس كوطن، نحن كمجتمع أو كأمة عربية نحن ما عم ندعم اللغة العربية بالوقت اللغة العربية مرنة وقابلة لنحن نقدر نحول كل المراجع. هي المراجع بديت باللغة العربية، فهذه التوصيات نحن عم نشتغل عليها مع وزارة التربية لنقدر نواكب الموضوع بكل جذوره ولنقدر على طول. الحملة ما رح تخلص اليوم، الحملة هي عنوانها حماية اللغة العربية مسؤوليتنا، مسؤوليتنا مش بس نحن بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، مسؤولية جميع
افراد المجتمع، ولكن احنا عم نجرب بالشراكه مع كل المعنيين على طول نطلق فعاليات بتخدم هذا الهدف ونقدر نوصل للمحل اللي نحن بدنا اياه. يعطيكم الف عافيه، ميرسي لك على وجودك معنا هون، ان شاء الله بتضل يعني اللغه العربيه بعد ان شاء الله رح تبقى عندنا نحن ملايين يعني الدول العربيه كلها، ما حدا بيستغني وما بيتخلى عن لغته الام. اهلا وسهلا فيك. شكرا. رح نتوقف مشاهدينا كمان مره للحظات اعلانيه قليله وبنرجع نتابع لغايه الساعه 1 اليوم على منصة الصباحي.